نواصل نقاش الملف حول الحراك الشعبي الذي تشهده منطقة الأحواز في إيران، وينضم إلينا عبر الهاتف من ستوكهولم الناشط السياسي طاهر الأحوازي. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. هذه الاحتجاجات ليست الأولى في الأحواز، ماذا يميز هذه الاحتجاجات عن غيرها من حيث المطالب والزخم أيضا؟ بالطبع تراكم الظلم والاضطهاد وأيضا الوعي العام بين صفوف أبناء شعبنا في كل الأطياف، الموظفين والمدرسين والفلاحين، فبالواقع وسع أيضا لا ننسى الظلم والاضطهاد والفقر الذي سلطة الاحتلال تتعامل معه مع شعبنا، خاصة يعلم العالم أجمع الثروات اللي موجودة في الأحواز، وأيضا تراكم والوعي لرفع شعارات الوطنية وشعارات تحرير الأحواز. هذه الانتفاضة خرجت بالواقع من قرب الأحواز وكل ربوع الأحواز المحتلة. بالتزامن مع وصول قائد الحرس الثوري حسين سلامي للأحواز لقيادة عمليات قمع التظاهرات، كيف تفسر قيادة سلامي بنفسه لعمليات القمع؟ بالطبع بالنسبة للاحتلال الإيراني وكل قيادة، التخوف من الأحواز كبير جدا، خاصة مثل ما أتى بحديثكم هذه المرة الأحواز انتفضت، وتعتبر هذه الانتفاضة هي الذي تكسر ظهر الاحتلال الإيراني، وهي مستمرة. طبعا الصوت القضية الأحوازية خرج أبعد من ما كان ينتظره المحتل الإيراني، وصل لدوائر صاحبة القرار التأييد وحضور شعبي، فطلب قادة دولة الاحتلال، وكان هناك اجتماع سري بين خامنئي ورجال إرهابه من أجل قمع الانتفاضة وقمع الخروج الأحوازي. والآن يشاهد المتابع كم من الجيوش بكل صنوفها دخلت وأدخلوا الحشود الإرهابية من كل أطيافها بالواقع، كانوا من ما يسمون أنفسهم عراقيين أو حتى أفغان وغيره. خطورة الأحواز وخطورة الانتفاضة وشدة الانتفاضة وحضور أبناء شعبنا اللافت للنظر كان من أهم الأسباب أن تأتي هذه القيادة المجرمة وترسل سلامي المعروف بدمويته وتاريخه الإرهابي في الحرس الثوري. سيد طاهر، كيف يفسر هذا الإصرار من قبل المشاركين في التظاهرات على المواصلة رغم العنف الذي قوبلت به احتجاجاتهم؟ اقتنع شعبنا العربي الأحوازي ومنذ 96 عام بالواقع، وخاصة 43 عام الأخيرات، أنه كل مواعيد النظام وسلطة الاحتلال لهم بتغيير ظروفهم الاقتصادية السياسية وحتى حقوقهم القانونية الذي نص عليها الدستور يتملص منها هذا النظام ويوعد ولم يوفي بوعده، ويضاف على ذلك الثورة هذه المرة الذي أخذ الطابع ثورة الخلاص ثورة الغضب. الأحوازيين مصرين أنهم فقدوا كل شيء، فقدوا الوطن، فقدوا الحرية، فقدوا لقمة العيش، وبالنهاية فقدوا المياه الذي هي لا يتمكن الإنسان أن يعيش بدونها. فالأحوازيين مصرين على استمرار الانتفاضة إن شاء الله، خاصة أنه الانتفاضة الأحوازية هذه المرة ميزت بتأييد دولي وعربي بكل الصنوف، فالأحوازيين مستمرين، وهذه ميزة الانتفاضة الأخيرة أن نتوحد تحت علم الأحواز، وشاهده الجميع رفع علم الوطني الأحوازي في شوارع والعاصمة الأحوازية ذلك. فالثورة ستستمر ومستمرة إن شاء الله حتى النصر
بحول الله. شكرا جزيلا لك الناشط السياسي طاهر الأحوازي، حدثنا عبر الهاتف من ستوكهولم.